بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أولا بادئ ببدء أشكر يعني ولاية سقهراس ومنظمي هذا العرس الثقافي، يعني الأيام الوطنية للتشكيلية بسقهراس، وبالضبط في رواق البهجة للفنان المعروف الغني عن التعريف محمد بوتليجة. يعني من خلال هذا الملتقى يعني كانت العروض كانت رائعة جدا، وكان الحضور يعني فنانين يعني كثر، والأعمال كانت لها يعني دلالة، وكان يعني كانت يعني الأعمال يعني في مستوى على مستوى. لاحظنا هناك يعني تنوع في الأعمال، وكل المدارس كانت حاضرة بما فيها الخط العربي، الفن الواقعي، المدارس بشتى أنواعها السريالية التكعيبية إلى آخره. كذلك ما ننسوش يعني الزخرفة والمنمنمات كانت حاضرة هناك، وكثير من الفنانين كانوا يعني جاءوا من عدة ولايات، يعني أثروا الساحة الفنية هنا في سقهراس، ويعني كانت هناك بهجة والنجاح فيما يخص هذا العرس الثقافي كما قلت، يعني كان الناجح من أول وهلة، بحيث هناك يعني كل الناس كانت مسرورة، وكان النقاش مثمر، وكانت يعني هناك يعني ورشات، يعني كل واحد قام يعني بعمل قيم، وفي الأخير يعني كان هناك يعني معرض من خلال الأعمال التي أنجزت بهذه الورشات، ويعني النقاش كان جيد. وما ننساش كذلك يعني ختامها كان مسك، يعني بحيث حضر الوالي في هذا اللقاء، وكانت كلمته مؤثرة جدا، ويعني كل واحد يعني كان سعيد جدا من خلال النظرات، يعني كنشوفوا النظرات نتاعهم، يعني كان هناك يعني تجاوب من خلال يعني الأعين نتاعهم، من خلال النقاش بيناتهم، يعني لاحظنا أن هناك يعني كان نجاح يعني قوي لهذه التظاهرة الثقافية، والأعمال كانت متنوعة، ويعني التنظيم ما ننسوش التنظيم كان رائع وجيد جدا، والكل كان يشارك. وبالمناسبة أشكر كل المنظمين يعني، وأشكر يعني الفنان بوتليجة، وأشكر يعني كل الطاقم كل من شارك في هذه التظاهرة، يعني كان عنده قسط يعني من نجاح هذه التظاهرة. ونتمنى يعني يكون هناك نجاح إلى النجاح، والشيء الجيد في هذه التظاهرة يعني الوالي وعد الفنان بوتليجة وبحضور الجميع، وكان هناك وحنا كنا شاهدين على هذا بأن يعني سيعاد هذا مهرجان سقهراس يعني الفنون التشكيلية، ولماذا سوف يكون يعني كما أشار أن سوف يكون مهرجان دولي، وحنا يعني نباركوا بهذا الإنجاز وهذا المجهود، ونتمنى هذا الجهود يعني تكلل به بنتائج ملموسة، وإن شاء الله يعني يكون حضروا يعني في هذا المهرجان، وإن شاء الله يكون أحسن من هذا ويكون أفضل، والنتائج تكون يعني أجمل، ونبارك للجميع على نجاح هذا المهرجان، وشكر للجميع ونشكرهم يعني على حسن الاستقبال وعلى سعة صدرهم لنا، ويسمحونا ربما إذا كان ربما مانيش عارف أنا كل واحد كيفاش حتى هو كان يعني اشياء غير مقصوده، يعني المهم كان عرس يعني بين بارك الله فيك استاذ نور الدين من ولايه وهران على هذه الكلمه الطيبه لصفحه ريحانه. بارك الله فيك ان شاء الله.